أجواد. مثل أرنب ومثل أمي إيه مثل إبرة أوي با مثل بطة بو مثل بومة بي مثل بنت بابوي تا مثل تاج تو مثل توت تي مثل تمسح تاتوتي سا مثل ثعلب سو مثل ثعبان سي مثل ثياب ثاثوثي جاجوجي حاحوحي خاخوخي دادودي جا مثل جمل جو مثل جندي جي مثل جسر جاجوجي حا مثل حلوى حو مثل حوت حي مثل حذاء حاحوحي خا مثل خيمة خي مثل خيار خو مثل خبز خاخوخي دا مثل دراجة دو مثل دولاب دي مثل ديك دا دودي ذا ذو ذي راروري زازوزي ساسوسي ذا مثل ذهب ذو مثل زورة زي مثل ذئب زازوزي را مثل رأس رو مثل رمان ري مثل ريشة راروري زا مثل زيتون زو مثل زهور زي مثل زينة زازوزي سا مثل سمكة سو مثل سكر سي مثل سنجاب ساسوسي شاشوشي ساسوسي ضادودي طاطوتي شا مثل شجرة شو مثل شرطي شي مثل شيتا شاشوشي صا مثل صقر صو مثل صنبر صي مثل صلصال صاصوصي ضا مثل ضباب دو مثل ضيوف دي مثل درس ضادودي طا مثل طاووس تو مثل طيور تي مثل طفل طاطوتي ذا ذو ذي عاوعي غاوغي فافوفي ذا مثل ذبي ذو مثل ظروف ذي مثل زفر ذا ذو ذي عا مثل عنكبوت عو مثل عصفور عي مثل عنب عاوعي غا مثل غيمة غو مثل غصن غي مثل غطاء غاغوغي فا مثل فم فو مثل فستان في مثل فيل فافوفي كاكوكي كاكوكي لالولي مامومي قا مثل قلم كو مثل قنفذ قي مثل قطة كاكوكي كا مثل كأس كو مثل كوخ كي مثل كبريت كاكوكي لا مثل لمبة لو مثل لؤلؤ لي مثل لسان لالولي ما مثل مسجد مو مثل مثلث مي مثل ملعقة مامومي نانوني هاهوهي واووي نا مثل نجمة نو مثل نور ني مثل نسر نانوني ها مثل هاتف هو مثل هدهد هي مثل هلال هاهوهي وا مثل ورقة هو مثل رود وي مثل وعاء واووي يا مثل يد يو مثل يصلي إي مثل كتيب يا يوي تعلمنا الحروف العربية تصحبكم السلامة يا أطفال.
في قناة أجوان ليصلكم كل جديد. For more videos, please subscribe to our channel.